وبشكل عام يعني يمكن من اهم المسابقات بالنسبه للطلبه في كليه هندسه ان هم يفكروا بشكل علمي، يعملوا حاجه برودكت، صحيح. يعمل الميشن تحت الميه، حاجات صعبه على الانسان ان هو يعملها في الحقيقه. جميل، تسمحي لي نباص الكورة بلغتنا كده البسيطة جدا لعمر. عرفت ان مسابقة مهمة، وعرفت ان كمان مسابقة عالمية هنا موجودة في مصر، شركة حدث هي اللي بتقول محتاجين نعمل المسابقة دي، وبالتالي انتم ككلية هندسة جامعة حلوان وحضراتكم كطلبة داخل الجامعة عملتوا الريبورت ده، محتاج اعرف عملتوا ايه. عملنا ايه؟ اول حاجه هو المسابقه بينزل تفصيل الميشن بتاعه المسابقه، فانا الاول بقراه وبعدين بعرف ايه ازاي هنفذ التاسك دي، بيقعد كتيم نقعد نشوف ازاي هنعمل ديزاين، ايه في كام كاميرا، في كام جريبر، وعلى اساس الديزاين ده الاول بنحط سيناريو ازاي هننفذ التاسك، وبعدين بنقوم حاطين على اساسه ديزاين، وبعدين بنقسم نفسنا جروب هيشتغل ميكانيكا، جروب يشتغل كهرباء. يعني العمل في مجموعة متكاملة عند حضراتكم، جميل جدا. تمام، بس احنا برضو قبل ما نقسم نفسنا بنقعد نحط في حاجات مشتركة ما بين جروب ميكانيكا وجروب كهرباء، فلازم كلنا نقعد نحط الديزاين. وبعدين كمان يعني في روبوتكس عندنا بيبقى بنحاول نحط بيزك لكل حاجة، انا كمهندس ميكانيكي بس برضو لازم يبقى ليا في مجال الكهرباء، صحيح. تمام، فبنبدأ نحط افكار عامة، نبدأ برضو حتى الجروب بتاع ميكانيكا بيخش شوية في جروب كهرباء، بس على الجروب بتاع الكهرباء ان هو يطور في لازم مجال يكون الكهرباء فاهم كمان. ولازم يكون فاهم بس. وبرضو هل الموضوع كله صناعة مصرية؟ يعني محتاج أعرف الشكل عامل إزاي، الخامات عملته هو فين؟ في ناس بتستسهل وبتشتري كومبوننتس من بره، يعني مثلا موتور، انا عندي الموتور لازم عشان ينزل تحت المايه لازم يبقى ليه ايزوليشن، تمام، فالناس بتستسهل وتشتري مواتير معزوله. احنا عندنا في روبوتكس مبدا ان احنا اصلا احنا عايزين نتحول للتصنيع، صحيح، ودي فعشان مشكلتنا الأساسية في مصر، التصنيع. تمام، فعشان انا اصنع حاجه لازم ابقى عارف ايه يعني اجيبها من تحت، مش هقوم جايب كأني مواتير معزوله وكهرباء معموله واقوم كاني بركب بازل، لا، فاحنا بنبدا نقوم عاملين ايزوليشن بنفسنا، وقعدنا في موضوع الايزوليشن ده كتير ونجرب ازاي هعمل كنترول على الكهرباء، كل حاجه يعني كل حاجه في الروبوت احنا اللي عاملينها. جميل. اللي انا عرفته ان حضراتكم طبعا كضيوفي 3 افراد ب3 فرق، ده مظبوط الكلام ده؟ صحيح. هبدأ بمحمد رفاعي، كلمني عن فريقك وعمل ايه بالظبط. احنا فريقنا مكون من 7 افراد، 4 اعدادي وواحد ميكانيكا وواحده باور وواحده اتصالات. احنا فريقنا دي اول مره نشارك في مسابقه ار او في، فبدانا من الاول خالص دورنا على فكره، اللي هو فكره تقدر تنافس مع المستويات الموجوده في المسابقه اللي هي قبلينا. احنا بما اننا كانت خبرتنا قليله يعني، فكان في عمر من الفريق اللي هو علمونا ووقفوا جنبنا كتير لحد ما وصلنا بالار او في بتاعنا ودخلنا مسابقه اللوكال الحمد لله وتاهلنا للاسكندريه. شوف عمر شايلها لك بحاجه كويسه يعني. الحمد لله. تمام. طيب تحياتي ليك. شيماء، فريقك محتاج اعرف عدده قد ايه وعملتوا ايه؟ تمام، هو انا اصلا كنت مشاركه السنه اللي فاتت في المسابقه، بس السنه دي مش فريق، انا السنه دي مسؤوله عن فرق ار او في في روبوتكس، يعني تاهيل الفرق او تدريبها وكل حاجه. فضلت السنه دي بصراحه ان انا يعني ما اشتركش في التيم، غير يعني ما اكونش في تيم معين، اكون مع كل التيمات، يعني فكره ان انت تساعد حد ولو حاجه بسيطه جدا، تقدم لهم، تفتح لهم الباب ان هم يدخلوا المسابقه، تساعدهم في كل حاجه، تبسط لهم الدنيا، ده عن يعني مبدا يعني عندنا في روبوتكس ان انت تساعد اكتر من ان انت تبقى اصلا موجود في المسابقه. انا كنت يعني موجوده، انت ما يهمكيش تبقى في مجموعه لكن يهمك ان انت تساعدي. بالظبط، يعني هو ده اللي بنعمله السنه دي. روبوتكس كل سنه بننزل بايفنت، بنقدم مسابقات للناس يعني، فاحنا فتحنا في جامعه حلوان باب المشاركه في مسابقه ار او في اللي بتنظمها مسابقه شركه حدث، وجمعنا خدنا الاول شريحه كبيره من الطلبه في جامعه حلوان المطريه وهندسه حلوان، وعملنا فلتريشن الناس على اساسه، تم اختيار يعني الناس اللي تقدر فعلا تدخل في المسابقه واللي فعلا عايز تشتغل وتعمل حاجه، وحاولنا ان احنا نفتح لهم مكان للتدريب ونعرفهم، نبسط لهم المسابقه بشكل كويس، وفي نفس الوقت نعرفهم بالخامات اللي ممكن يستخدموها. والفرق كلها برضو لسه السنه دي اول سنه ان هي تدخل، وعملت يعني الحمد لله حاجه يعني احسن كتير من السنه اللي فاتت. احنا كل سنه الحمد لله بنطلع عن السنه اللي قبلها، فده بالنسبه لنا حاجه اهم من الفوز والمكسب نفسه في المسابقه. صحيح. عمر، قول لي عمر، محتاج اعرف برضو فريقك عباره عن كام مجموعه، مشتركين في ايه، محتاج اعرف عملتوا ايه بالظبط. هو احنا 5 طلبه، 3 اولى ميكانيكا و2 اعدادي، يمكن الحاجه دي اثرت علينا ان احنا كلنا لسه في الاول. لو في صور يا جماعه ننزلها لو سمحتوا، اتفضلوا. ماشي، كلنا لسه في الاول ومفيش حد فينا كهرباء،
فهو دوت اللي بدا ياثر علينا بس. فبيبدا الاول ينزل لك تكنيكال سبورت من روبوتكس فبيعلمونا بيزكس. وبرده مجال ار او في كان لسه في الاول, فانت بتبدا تعمل ريسيرش. لسه مصر دخلتها من سنتين بقى لها سبقه, بقى لها سنتين فلسه في الاول, فانت بتعمل جميل ريسيرش. جميل قوي ان يكون معانا صور كمان على الهواء, بحيث ان حضرتك تقول لي بقى تعقب لي على الموضوع ده عباره عن ايه. شايف شباب, مجموعه من الشباب بيتعاونوا مع بعض, محتاج اعرف دي الورك شيب بتاعنا ده واحنا شغالين بقى. دي صورنا على ما كنا بنتدرب. ده الريبورت اللي هينزل المفروض بينزل يعقب ويشوف السفينه اللي غرقانه ايه بالظبط. هو الروبوت هو عباره عن ايه والكلام ده؟ هو الروبوت هو فيه بيبقى فيه كذا كاميرا, عشان الكاميرا دي بتعرض ايه اللي الروبوت شايفه على الشاشه تمام. وانا من خلال الدرايفر بتاع الروبوت. طب هنا الغطس الكاميرا دي يعني معلش برضو محتاج اسئله كتيره جدا. الصوره هو الغطس في المسابقه في المسابقه المفروض ماكسيمم في المسابقه الانترناشونال 6 متر. هنا بحضرتك بقى في الصناعه المصريه, في الصناعه المصريه انا 6 متر دي بالنسبه لي سهله سهله. انا بحاول اعمل تيست عشان اتحول من مسابقه لحاجه اندستري. بحاول اعمل تيست, عملت تيست تحت 80 متر. 80 متر. ما هو البريشر انت بتعمل حاجه تستحمل بريشر عالي عشان الفكره اصلا اللي بتعمل لو كذبت بتطبق في الحقيقه بالظبط. يعني انت بتحاول انت تتجاوز كمان حدود المسابقه. حضرتك عاوز تقول لي كده؟ جميل. طيب محمد كلمني بقى محمد عن الخامات. يعني دايما كل المشاكل اللي عندنا في مصر متعلقه ان الخامات بتاعتنا بنجيبها من بره. جبت الخامات يعني الميزه اللي احنا عندنا اللي احنا بنستخدم خامات بسيطه جدا وبنفس التاسك برضو. يعني ممكن حد يعمل يكلف حاجات غاليه جدا بخامات جايبها من بره, واحنا نعمل خامات بسيطه جدا وتنفذ نفس التاسك. هي دي ميزه فينا اللي هو بنعمل حاجات بلو كوست بس نعمل. هنا بقى ساعه التشغيل, يا ريت كمان تكون معانا شيماء وتعقب لنا بقى هنا ايه اللي حصل. اي تمام. ده تيم ايديا بريكرز. ده اثناء التدريب كنا بنتدرب لاول مره ان احنا نحرك بس الروبوت الحاجات الاساسيه اللي هو بس يتحرك تحت الماء. هنا في غطس يعني زي ما انت شايفه كان في البدايه كان على وش الماء زي ما بنقول كده, معناها الدارج بتاعنا البلدي نزل هينزل تاني. ده في بيسين انتوا عاملينه على بيسين كده تجربه. ما هو التست بتاعنا التدريب عندنا بندرب فيه ناس لحد ما تتاهل للمسابقه وتوصل لمرحله ان هي تنفذ التاسكات كامله بتاعه الميشن. ده برده جزء من الجامعه بتوفره ان هي توفر لنا مكان تدريب فيه بالظبط. فحلوان ده عن الجامعه اكيد هنتكلم كتير. ده احنا يعني الجامعه بتاعتكم دي من الجامعات اللي لازم نقف عندها ونتعلم, وكل وزير يجي لازم يعرف الجامعه دي بتقدم ايه. لا اعتقد لان الجانب العملي في الجامعه اكثر بكثير من الجانب النظري. عمر والصوره معايا على الهواء, هنا التحكم ازاي؟ يعني هل في ريموت معين؟ هو بيبقى فيه مواتير, انا بعمل كنترول على المواتير دي عن طريق مثلا كلاسيك كنترول او هنا ما عادش مفيش اثر. معلش مفيش هنا اثر خلاص. احنا اصلا جربنا قبل ما نروح مسابقه اللوكال اللي هي على المستوى المحلي اللي كانت في الجامعه البريطانيه قبل ما نتاهل للمسابقه الاسكندريه, كان بنجرب الحاجات الاساسيه في ان الار او في اصلا يتحرك ونضمن تماما عزل الكهرباء وكل ده تحت الماء. رائع. عمر بقى تكلمني عن يعني ساعه اللحظه بقى بالظبط بتتحكم ازاي. يعني انا عندي هو على وش المايه كده زي ما بنقول كده بالمعنى بتاعنا المصري بينزل يغطس تحت, هنا التحكم ازاي؟ هو اللي خصوصا كمان المسابقه بتقول اكتشاف نموذج من خلال سفينه غرقانه, فالروبوت ده هدفه الاساسي والجهاز ده ان هو ينزل يقول السفينه مكانها في الحته الفلانيه, مكانها بالشكل الفلاني ويديك معلومات. هنا ازاي بتقدر تبرمج وازاي بتقدر ان انت تبقى متحكم في الروبوت؟ هو الروبوت بيبقى فيه كاميرا, فالدرايفر بيبقى شايف من خلال شاشه ايه اللي الروبوت شايفه, وعن طريق المواتير بقدر اتحكم في حركه الروبوت تمام. برضو يعني حاجه عشان تسهل لي حركه, فببدا الكاميرا تحاول تجيب اكتر فيو ممكن. ففيو ممكن دي ممكن يبقى من الكاميرا نفسها, نوع الكاميرا نفسها, او ان انا اقدر اتغلب على المشكله دي من ان انا احط موتور على الكاميرا فيبدا يحرك لي الكاميرا في كذا اتجاه. وهو دوت الديزاين بتاعي, ان انا ابقى عارف ان الروبوت بتاعي هينزل هيعمل تاسك ايه وازاي. فخلال ازاي دي يعني بقى انا محتاج كام كاميرا؟ طب الكاميرا بتتحرك بتجيب لي ايه؟ عايز اشوف ايه؟ طب كام جريب؟ وهل الكاميرا اللي موجوده يعني احنا في عملنا المهني هنا في الاعلام عارفين ان مش اي عدسه تنزل في الميه, ده موضوع تاني يعني. بنعزلها بقى. قول يا محمد ايه اللي انت بتعمله؟ ده عزل بقى, بنحط الكام بنحطها زي في علبه او حاجه اللي هو تعزلها ما يخشلهاش ميه خالص, لو دخلها ميه تعمل لي مشكله. ونفس الكلام بيتعمل في المواتير, المواتير برضه لازم تتعزل تماما قبل ما تنزل. علبه الكهرباء لازم تتعزل تماما قبل ما تنزل. يعني كل حاجه عندك معزوله, دي اهم حاجه. دي اول حاجه لازم نعملها قبل ما ينزل الميه, لان لو نقطه ميه دخلت هتبوظ الدنيا كلها. بس انت حضرتك قلت لي انا معاك لغايه 80 متر تحديدا. ما هو الحاجه اللي بتتعزل بنعمل حسابنا الحاجه اللي عايزينها تستحمل بريشر عالي, لما ينزل
تحت ضغط عالي مفيش مشكله خالص. تمام شيماء، انا عارف كويس جدا ان احنا العقل المصري بتاعنا عنده استعداد يعمل اي حاجه. بالظبط. تمام، لحظه التجربه او لحظه لما انتوا اخدتوا الريبورت ونزلتوا بيه خلاص في البيسين، وانت حضرتك قلت لي وعمر قال لي كمان ان الجامعه بتوفر لنا مساحه للعمل النظري. أيوة. والعمل الجزء العملي اكثر من النظري. كلميني عن اللحظه اللي كانت عامله ازاي. هو مبدا عندنا اصلا في فرق جامعه حلوان في المشاركه في المسابقات العالميه او المحليه او في اي مكان ان احنا نعمل حاجه بهاي بيرفورمانس وفي نفس الوقت لو كوست. ده اساس الهندسه اصلا، ان انت كمهندس ازاي تفكر مش مجرد ان انا هشتري حاجه كويسه جدا وغاليه وفي نفس الوقت تعمل لي الميشن اللي انا عايزاها بسرعه، يعني في الوقت اللي انا عايزاه. صحيح. بالعكس، انا المفروض افكر ازاي اقلل الكوست وفي نفس الوقت اخليها حاجه محليه يعني مصنوعه توتالي في مصر وتعمل لي الحاجه اللي انا عايزاها برضو، يبقى ادائها كويس وماتيريالز بسيطه جدا. عندنا في الجامعه الاداره، عندنا اداره جامعه حلوان موفره لنا الحمد لله التدريب تقريبا كل يوم، مسموح لنا نتدرب لحد يوم المسابقه. ده بيخلي الواحد يعني كانك بتذاكر بالظبط ليله الامتحان، لازم تراجع كويس عشان تروح تجرب في المسابقه هناك في اسكندريه او في اللوكال او حتى بره. لازم تبقى متدرب كويس جدا ان انت على الار او في ان هو ينزل تحت المايه ويبقى في نفس الوقت ما يدخلوش اي حاجه، يعني اهم حاجه العزل والكلام ده، فده مهم جدا عندنا في التدريب. صحيح، وده يرجعني اسال عمر، النهارده احنا بنتكلم عن الامان. يعني جهاز كله اعتقد ان هو ممكن يكون لو في امان بشكل خاطئ يعمل مشكله كبيره جدا. وكمان محمد قال لي ان في عزل لكل حاجه، محتاج اعرف الامان هنا عملته ازاي. هو الامان عندنا مش بس عزل، لا هو كمان ده كمان يعني ميزه المسابقه ان في حاجه اسمها درجات على السيفتي بتاعك. يعني انت مش هتخش انك انت تعمل الميشن تاخد بوينتس على الميشن بس، لا ده في سيفتي وفي برزنتيشن بتعملها وكل الحاجات دي عليها درجات. فهم كانوا مهتمين جدا، باين من الرولز لما تيجي تقراها هيبان جدا ان هم مهتمين بحته الامان. في الامان ممكن يبقى مثلا في شارب ايدجز، يعني حواف ممكن تعور حد لو في دايفر تحت، فدي بتبدا تقوم عامل لها سموثينج وتبدا تقوم حاطط لها لون مختلف مثلا عشان لو في دايفر تحت ياخد باله ان دوت شارب ايدج. يبدا برضو الامان في الكهرباء بتاعتك، ازاي تحط فيوز مثلا عشان لو حصل مشكله، حصل تسرب بالميه، حصل شورت سيركت، ممكن يقوم الفيوز يفصل ما يحصلش ضرر. ويبدا برضو يعني الامان برضو في الايزوليشن، انك انت يبقى في تيست ايزوليشن تعمله العزل بتاعك، هل هيحدث تسريب ولا لا. تمام، انا بشكركم شكرا جزيلا. مش عاوزين تسالوا ضيوفكم اللي جايين برضو نفسي، مش عاوز تقولوا اي حاجه، تسالوا اي حاجه بالنسبه للفريق اللي جاي. لا انا عايز اسمعه. تسمعه. خلاص، وهو جزاك. انا بشكر شيماء عادل عبد الرازق، طالبه في كليه الهندسه جامعه حلوان، شكرا جزيلا ليكي. بشكر لعمر ايهاب، شكرا جزيلا ليك، شكرا جزيلا لحضرتك. ومحمد رفاعي، شكرا جزيلا ليك. وهنسمع مع بعض بقى الفريق الثاني اللي هينضم لنا كمان ضمن المجموعه هيقول ايه، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.